الخير، اهلا بيكم في حلقه جديده معانا من طعم ولون. النهارده انا عايزه اعمل لكم طبق سلمون سهل ولذيذ جدا. هعمل لكم طبق سلمون بالكريمه والليمون. تعالوا نشوف مقاديرنا ايه ونبتدي فيها على طول مع بعض. اول حاجه انا عندي طبعا 3 قطع سلمون فيليه، هنتبلهم مع بعض دلوقتي. لتتبيلها عندي معلقه بابريكا وملح بحر وفلفل اسود، وبعدين للصوص عندي 2 معلقه شبت مفروم، بشر 2 ليمونه، 2 كوبايه لبن جوز هند، معلقه عصير ليمون، و2 معلقه كابر، ده حاجه شبه كده الخيار المخلل شويه في طعمه، و2 معلقه شبت مفروم تاني في الاخر هنعمل بيها صوص هيتحط على وش السلمون. طيب تعالوا الاول، اول حاجه هنبتدي بيها ان احنا عايزين نتبل السلمون حلو، وبعدين نديله زي لسع على النار علشان ياخد لون حلو قبل ما ننزل عليه الصوص. فهحط السلمون هنا، نتبله الاول مع بعض بالبابريكا والملح والفلفل، حط عليه ملح البحر. ما تخافوش وانتوا بتتبلوا دايما لو زودتوا الملح في التتبيله، لان لما الملح بيخش في التتبيله معظمه بيخش جوه نسيج اللحمه او الفراخ او السمك اللي بنعمله، فمش بيدي نفس القوه بتاعت الملح لما بنحطه على النار بعد كده في الطبيخ. فما تقلقوش وانتوا بتحطوا ملح في التتبيله. هحط البابريكا، هتدي لون حلو قوي وطعم كمان حلو قوي للسلمون. وهحط معلقه فلفل اسود، وعايزه كل الصوص ده يخش كويس قوي في السمك، كل البهارات انا اسفه. ممكن ندعكهم ببعض كده، عشان انا عايزه السمك يتبهر بيهم كويس قوي قبل ما احمره. كده تمام. تعالوا بقى نسخن طاسة كويس، نسخن الطاسة كويس على النار وحط فيها شوية زيت زيتون. ممكن طبعا نحط زيت ذرة، ممكن نحط زيت جوز هند. أهم حاجة إن احنا عايزين السلمون ياخد تحميرة حلوة قوي قبل ما ننزل بقية الصوص عليه. اول ما الزيت يسخن جامد قوي 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 هنزل السلمون على الوش اللي فيه الجلد طبعا الاول. انا الزيت بتاعي سخن، هنزل زي ما قلت لكم على الوش اللي فيه الجلد الاول، ياخد لسعه ولون حلو قوي كمان. هياخد تقريبا 3-4 دقايق على الوش ده، وبعدين لما هنقلبه على الوش اللي فيه اللحمه طبعا هياخد وقت اقل كمان، لانه اوريدي هيبقى دخل في السوا من الوش اللي فيه الجلد او اللي فيه الجلد. بعد ما هنعمل الصوص ونزوده على السمك، هنعمل مع بعض صوص الشبت اللي بالليمون والكابر، هنحطه على وش السمك في الاخر برده هيبقى طعمه حلو جدا. هنقلب السمك ناحيه ثانيه، كده السمك بتاعي جاهز. نبتدي نزود عليه بقيه الصوص. الطبخه دي لذيذه وسهله وسريعه كمان، تاخدش وقت تماما. يعني كده احنا كل حاجه هنحطها على النار، مش هيخش الفرن ولا اي حاجه، وهيستوي في الصوص اللي هنعمله مع بعض. هحط اول حاجه الليمون، هحط كمان بشر الليمون، اول ما شم ريحه الليمون طلعت مع تحميل السلمون طبعا ريحتهم حلوه قوي مع بعض. هزود دلوقتي لبن جوز الهند، وهزود الكابر والشبت المفروم. مش هتاخد على النار اكتر من 10 دقايق بالكتير، الصوص هيتقل والسلمون هيستوي. على ما يستوي تعالوا نطلع فاصل ونرجع نعمل مع بعض الطبق اللي بعده، وخليكم معانا.
ورجعنا لكم من الفاصل. السلمون بتاعي استوى خلاص، تعالوا نعمل مع بعض صوص الكزبره او صوص الكابر اللي بالشبت وليمون وهنحطه على وش السلمون. جيب بس الاول حاجه صغيره عايزه احط فيها دلوقتي الشبت وبقيه الكابر بتاعي. لو ما عندناش ممكن زي ما قلت لكم نستعمل مكانه خيار مخلل، شبهه قوي في الطعم. وهحط معلقه زيت زيتون صغيره وهقلب الصوص ده مع بعضه لحد ما احس ان في قوام كده ليه كده. تمام جاهز، تعالوا بقى نطلع السلم نغرفه الاول مع بعض. هعمل لكم دلوقتي كمان طبق معاه لذيذ قوي، هنعمل رز، هنعمل لسان عصفور بالسبانخ، طعمه بجد هيبقى حلو قوي مع السلمون ده. هغرف الاول السلمون بتاعي استوى طبعا. ريحته ريحة الكابر بجد حلوة قوي قوي قوي، بيدي طعم مخلل وحموضة حلوة زي شبه شوية الطبخ اللي بنعمله بدبس الرمان، بيدي حموضة حلوة. الكابر والخيار المخلل وكده بيدوا حموضة حلوة قوي برضو. نزل شوية من الصوص على الوش وبقية الصوص هتقله شوية على النار. خليه دلوقتي وهحط كمان على الوش صوص الشبت اللي عملناه. كده السلمون بتاعنا يكون خلص من هنا والشفا. تعالوا بقى نعمل معايا طبق لذيذ قوي، هعمل لكم سبانخ ولسان عصفور بالصوص الاخضر. تعالوا نشوف مقاديرنا ايه ونبتدي فيه على طول مع بعض. عندي اول حاجه 250 جرام لسان عصفور هنحمرهم دلوقتي مع بعض. عندي 70 ملي زيت زيتون، 2 بصله متقطعه شرايح رفيعه، 500 جرام سبانخ بيبي، 30 جرام كزبره خضراء، ملح فلفل اسود، لصوص الزبادي الاخضر عندنا 200 جرام زبادي يوناني، واحده فلفل حراق اخضر، فص ثوم مفروم، ربع حزمه شبت مفروم، عصير ليمونه، زيت زيتون. للتزيين عندنا وجز ليمون وحبه البركه. طيب تعالوا اول حاجه نبتدي نعملها ان احنا عايزين نحمر لسان عصفور عشان هيدي الطعم كله طبعا لما يتحمر الاول. هحط شويه زيت زيتون صغيرين وعايزاهم يسخنوا جامد قوي 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 عشان انزل على طول فيهم لسان عصفور نحمره اول حاجه. هحمره اول حاجه واشيله من على النار. نبتدي نعمل السبانخ، صوص السبانخ اللي هيتحط عليه، وبعدين هنرجع تاني لسان عصفور اللي انا حمصته ونزود بقى الميه كده. بنعمل رز او لسان عصفور عادي جدا. هنزل اول حاجه لسان عصفور احمصه. انا لسان العصفور بتاعي خلاص كده اتحمص زي ما انتم شايفين، لونه غمق وبقى حلو قوي. كل ما يغمق كل ما هيدي طعمه احلى. انا كده غمقته، تعالوا بقى نشيله من على النار ونبتدي نعمل خضار مع بعض. هفضي لسان العصفور المتحمص، طبعا هو لسه ما استواش، هو يا دوبك احنا بس حمصناه. وهحط مكانه برده نقطه زيت زيتون، معلقه تقريبا. وبرده اول ما تسخن هنزل اول حاجه البصل اللي انا مقطعه شرايح. انا عايزه البصل اللي متقطع جوليان ده ياخد سوا شويه قبل ما هنزل عليه السبانخ، فلازم نسويه على نار عاليه وسط، اللي هو يعني الاول نار عاليه قوي عشان ما ينزلش ميه، وبعد كده ننزل النار شويه وسط عشان يستوي من قلبه، مش عايزين نحرقه وعايزينه يستوي. هنزل البصل دلوقتي. هنزل عليه دلوقتي شوية ملح كمان.
هنبتدي بعد كده ننزل السبانخ حبه حبه، كل ما يبتدوا يكشوا ويستووا نحط حبه كمان، كل ما يبتدوا يكشوا ويستووا هنزود حبه كمان لحد ما تخلص كميه السبانخ، وبعدين هنزود بقى الميه اللي هنسوي فيها اللسان عصفور بتاعنا. نحط شويه سبانخ واقلب زي ما انتوا شايفين حجمها على طول بيكش وتبتدي تستوي بسرعه قوي قوي قوي. نزل كمان شويه هحط كمان دلوقتي شويه فلفل اسود، ما حطيتش في الاول عشان كنت عايزه البصل ياخد لون حلو. اول ما السبانخ تبتدي تخش في السوا هزود عليها بقى لسان العصفور والكزبره الخضراء واسيبهم يستووا في الميه. هزود دلوقتي الكزبره الخضراء، طبعا ما حطيناهاش من الاول عشان انا مش عايزاها تغمق، انا عايزه السبانخ تستوي والكزبره الخضراء تاخد من طعمها من غير ما تغمق، عشان كده بننزلها بعد ما نسوي السبانخ. هحط شويه كزبره خضراء هقلبها مع الخليط الخضار، يدوبك هياخد تقليبه معاها لان انا مش عايزه الكزبره تغمق. ريحتها على طول طلعت تحفه مع السبانخ والبصل. ودلوقتي هزود هرجع تاني بقى لسان العصفور بتاعي هديله تقليبه بس اقربه عندي هنا، عايز اديله تقليبه كويسه قبل ما ازود الميه. انا غليت الميه طبعا عشان ما تنزلش درجه حراره الحله بتاعتي كده تمام. تعالوا بقى نزودوا الميه كده. بنعمل بقى رز عادي جدا او لسان عصفور، بما ان التلاتير خلاص كل حاجه تقريبا داخله في السوا، يغلي غلوه وهنوطي عليه ونغطيه. تمام تعالوا بقى نوطي عليه. تعالوا نعمل مع بعض صوص الزبادي. هحط طبعا اول حاجه الزبادي بتاعنا، هحط عليه الفلفل الحراق، الليمون، الثوم المفروم وشويه من الشبت المفروم، وهخلط كل ده مع بعضه. عايزه بقى دلوقتي ازودهم معلقه زيت زيتون وشويه ملح طبعا وفلفل كده. صوص الزبادي اللي بالشبت بتاعنا يكون كمان جاهز. اول ما لسان العصفور هيستوي هنزود الصوص ده عليه. طيب انا لسان العصفور بتاعي خلاص داخل في السوا، تعالوا بقى نزود عليه الصوص ده يكمل سوا معاه. هنزل صوص الزبادي اللي بالشبت وهقلبه كويس قوي. نقلبه شويه الاول قبل ما نرجعه تاني على النار. هو مش هياخد اكتر من 3-4 دقايق كمان على النار وهنشيله كده. خلاص تمام كله استوى، تعالوا بقى نغرفه مع بعض. ريحته طبعا خطيره، عايز اقول لكم لسان العصفور طبعا استوى، السبانخ كلها استوت، الصوص بتاع الزبادي ريحته حلوه قوي قوي مع السبانخ، وبجد لسان العصفور ده هيبقى حلو قوي مع لسان من اللي عملناه كمان اللي بالكريمه. عايزين بس عايز ازود على وشه افرده شويه، وعايز ازود على وشه شويه حبوب بركه، حبه بركه، وكمان هحط حلقات ليمون او وجز ليمون.
وبكده طبقنا يكون جاهز. عملت لكم النهارده السلمون اللي بالكريمه والليمون، وعملت لكم كمان لسان العصفور اللي بالسبانخ وصوص الزبادي اللي بالشبت الاخضر. طبعا عايزاكم تجربوا الاثنين وتقولوا رايكم فيهم ايه، واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من طعم ولون.